الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى وحنوب بلابنا أشرديني اللغة العربية وكساب صناعي للصف الأول الابتدائي. الدرس الحادي والعشرون عشر كلباتن إيكوبات. نوع عشرك وحوية محفوظات. نوع عشرك ومحفوظات وحياب الله حفظنا يا وائل. الدرس الحادي والعشرون عشر كلباتن إيكوبات. نوع درسك وحوية محفوظات. عشر كلباتن إيكوبات وكساب صناعي الطفل المؤدب أنا جاء ذابت له. الدرس الحادي والعشرون عشر كلباتن إيكوبات وحكوس أبسيهاي الطفل المؤدبي أنا جاء ذابت له مؤدب حلا قفك ذابت وناكسن له أيالا دها الطفل المؤدب. إنني أصحو صباحا ولربي أتقرب. إنني أصحو صباحا ولربي أتقرب. إنني أصحو صباحا ولربي أتقرب. بصلاة ودعاء هكذا الطفل المؤدب. 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 ثم أغدو لعلومي ولدار الدرس أذهب. ثم أغدو لعلومي ولدار الدرس أذهب. أجتني خير الفنون ورحيق العلم أشرب. أجتني خير الفنون ورحيق العلم أشرب. فإذا أتممت درسي رحت في الميدان ألعب. فإذا أتممت درسي رحت في الميدان ألعب. فإذا أتممت درسي رحت في الميدان ألعب. وإذا ما الشمس غابت عدت للبيت المحبب. وإذا ما الشمس غابت عدت للبيت المحبب. إنني أصحو صباحا ولربي أتقرب. بصلاة ودعاء هكذا الطفل المؤدب. ثم أغدو لعلومي ولدار الدرس أذهب. أجتني خير الفنون ورحيق العلم أشرب. فإذا أتممت درسي رحت في الميدان ألعب. وإذا ما الشمس غابت عدت للبيت المحبب. إنني أنغو أصحو وحن صوتوسا صباحا صباح ذي أيان صوتوسا ولربي وأتقرب وحن أدوادا لربي ربي جيجا أيان أدوادا ما أقول دوانا بصلاة صلاة أيان أقول دو هذا ودعاء دعاء أيان أقول دو هذا هكذا سدا سال جربا الطفل المؤدب عنو جاذاب تله سدا سال جربا إنني أنيق أصحو عن صوته صا صباحا صبح ذي أيان صوته صاوا ولربي وأتقرب وحن أدو هذا لربي ربي جي أيان أدو هذا ما أقول دو هذا بصلاة ودعاء صلاة يدعاء أيام أقول هذا هكذا سدا صار جربا الطفل المؤدب عنو جاذاب تله أو مؤدب كأهي سدا صار جربا هو إنني أصحو أنا جوا صوت صا إنني أصحو صباحا صواحد ألسيا صو صعدا صوكع أو مركو صلاة صوكع محل سمينا ولربي أتقرب ولربي ربي جيجان أتقرب أن أدو هذا بصلاة ودعاء صلاة يدعاء أن أقول هذا هكذا سدا سال جربا الطفل المؤدب عنو جاذاب تله يا سدا سال جربا أن يصلي لله ويدعو ربه إنه إلهي أدو كذا صلاة الصبح صلاة هدن إلى ليو دعاء أقرستو هكذا الطفل المؤدب عنو جاذاب تله سال جربا ثم أخذ كتب حن أكلها لعلومي علمي جاي جاي إنا صو أقريه علوم تي ذا إنا صو أقري استأيان أكل هوا وأذهب وحن آذا لدار الدرس ماش عشر كلو جبرته مدرسة ضواية أيان آذا إسكول كأيان آذا أجتني أنا جو صو قرنيو خير الفنون فنون تا هي فنية ذا علوم تكل الدون متك أوفي عن أنا جو صو قرنها ورحيق العلمي علمي جمعان كيسنه أشرب أنا جو عبا علمي معان أيان سو عبا ياوا
ثم أقدو وحن أكلهايا لعلومي علوم تيدا أيان أكلهايا أقون تيدا علمي جيجا أيان أكلهايا وأذهب وحن آذيا لدار الدرس ولدار الدرس أذهب أجتني وحن قرنيا خير الفنون ما دوين في عن وكلا ددوان أيان صو برنيا ورحيق العلم علم جمع عن كي سنة أشرب وانسوع بياوة فإذا أتممت درسي رحت في الميدان ألعب وإذا ما الشمس غابت عدت للبيت المحبب فإذا أتممت درسي عشر كي مركان صور رمي أو إسكول كي سوبقو رحت وحن آذيا في الميدان قرانك لغو عيارو ألعب أني قو عياري فإذا أتممت هدان رميو درسي عشر كي هدان صور رمي رحت وحن آذيا في الميدان قرانك لغو عيارو ألعب أني قو عياري وإذا ما الشمس غابت قرحضة هدين مقناطو رعضو عدت وحن أصو لابتا للبيت قرق أيان أصو لابتا المحبب أولا جعلاي أكتئ إذا أوقات أن أجعلاي أيان أصو لابتا فإذا أتممت هدان أمايو درسي عشر كيغا رحت وحن آذيا في الميدان قرانك ألعب أني قو عياري وإذا ما الشمس قرحضو غابت هدين رعضو عدت وحن أصو لابتا للبيت قرقي المحبب لدي أكتي ذا معناها لجعلاي وآد قرق الله جعلاي وهو يابن كنو لاين أيان إيمان ياوا إنني أنيقو أصحو وحن صوكعا صباحا صباح ذي أيان صوكعا وأتقرب لربي ربي جيجا أيان أدوا ذاوا محاو أدوا ذا بصلاة ودعاء صلاة يدعو أيان أدوا ذا هكذا سيدا سا الضفل المؤدب عنو آذاب تله سيدا سا لقرب هوا ثم أقضوا وانسوك لها لعلومي علمي إنان برتو أقوانت إذا إنان برتا أيان أسوك لها ولدار الدرسي ماشي عشر كالغو برتان أذهب سو هذا أجتني أنيقو قرن أيو أصوب برن أيو خير الفنون فنون تأي علمي كالدودون ما دوين كالدودون أنيقو صوب برن أيو ورحيق العلمي علمي معان كي سنة أشرب وأن عبا ياوا فإذا أتممت درسي هدان عشر كي قد ما يستيرو رحت وحن آذيا في الميدان قرونك ألعب وأنقو عيارا ألعب وإذا ما الشمس غابت هدي قرحة لعذنه عدت للبيت المحبب قرقي لجعلاي وآن جعلاي بان أصول لابنا ياويا مركا عشر كان مركو حكوسة بسنية هاي بان الطفل المؤدب الطفل المؤدب محالو قبها هاي بيت كوبات أما قبيقة نشيد هذا قيبته هوري إنني أصحو صباحا ولربي أتقرب بصلاة ودعاء هكذا الطفل المؤدب كو قفك مكو صوكع وويسي سنة وعادي سنة يا صلاة أيوك بلابا يا مركو صلاة كبحو أذكار وأغري سنة يا. هذا هو الطفل المؤدب إسكول كيسو إسكو ديارنا يا علمي جمعان أيو صبرنا يا قلبتي مركي لقارو قرانكو أيو آذي يا جركيسو أيو صوري يا بلوني وصو عيارة هدورب هدورب واصو عالميتين يا سيداس كدبنه قرقيس ايو كسو لابن يا اسيقو فرحسن مالين تكالنا سيداس ايو كو قدن يا مركا الطفل المؤدب سيداس على قربا نعم ان ارغان مركا عدت للبيت قرق ايان اصو لابتا المحبب اي لجعلاي قرق ايان جعلاي ايان اصو لابتا معاني المفردات ارغيه ذا معنى هذا مركا ارغيه ذا ان صوق هذا البيت كان قبا ايان كسوق هذا معنى هذا واحد أغدو معنى هذا محاوي أذهب في الصباح صباح ذي أيان آذي ياو أغدو أذهب للصباح صباح ذي أيان بحي ياو دار الدرس المدرسة دار ما يشوح لقبرته مدرسة دو دار الدرس المدرسة ما يشوح لقبرته ومدرسة دو أجتني أقتطف وانصوب براني الميدان الصاحة بنان كالدها الصح فقاره وماشى لغو عياره اما قرانك اياه ايالا بها معاني المفردات اغدو اذهب في الصباح صباح ذي ايان اذي ياو دار الدرس المدرسة ماشى وحلقو برتو اياه وحالا بها المدرسة اجتني اقتطف وانصوب قران اياه الميدان الصاحة فقارها اياه وحالا بها ميدان أيالا دها الميدان الساحة وبنانك
وي معاني المفردات أغدو أذهب في الصباح صباح ذي أيان أكلها يايو آذى ياو أغدو غدا أكيما غدا فعل كوحو كيما ذي غدا أكلها غدا غدا أكلها بمعنى ذهب في الصباح صباح ذي أيوبها ذهب في الصباح صباح ذي أيوبها وحانك لو صو أرقني راحة رحتو راح وحواي ذهب في المساء قلبت مركو بحو يا أيا وحالا لها راحة ذهب في المساء قلبت أيوب بحي ها غدا ذهب في الصباح صباح ذي أيوب بحي غدا ذهب في الصباح إن راحة ذهب في المساء قلبت مركو بحو راحة الله رحت رحت في الميدان قلبت وحن هذا يا جرانك ألعب أني جو عيارة يا ولد مركز صباح ذي البحر محلها قفك غدا على ذا وقلي المضي غدا أم وكله هاي قلبتي مركز البحر محلها راحة راحة يا ولد هاول مركز إريدة فيري أغدو بمعنى أذهب في الصباح صباح ذي أيام بحر يا ولد دار الدرس المدرسة ماشى وحلو قبرته أيا وحلا ده دار الدرس ماشى عشر كلو جبرتو أجتني وانصو قرنا ياوا أقتطف وانصو قرنا يا الميدان الميدان محل جوذا الصاحة قرون كلو جعيارة يا له جوذا الميدان الصاحة قرون كلو جعيارة يا له بها أجب عن الأسئلة الآتية سؤالها انصو صعدوا كجواب سؤال شكوبات ماذا يفعل الطفل المؤدب عنو جاذاب طلب بري محوصة مايا كل صباح صوح والبو محوصة ميا ماذا يفعل الطفل المؤدب عنو قاذاب طلب باري محوصة ميا كل صباح صوح والبو محوصة ميا اذكر وحا شاكتا بعض المواد ما دوينك قارك ماذا شاك التي تدرسها في المدرسة اسكولك اكو لغت ما دوينك اسكولك اكو برتت وحك ماذا شاك ما معنى اجتني اجتني محالك وضع ما معنى أجتني أجتني محال قوضة أجب عن الأسئلة الآتية سؤالها صوص عذك جواب ماذا يفعل الطفل المؤدب عنق آذاب طلب رمحوس مايا كل صباح قفك آذاب له عنق آذاب تأه مؤدب كأه آذاب له محوس مايا كل صباح اذكر شاك بعض المواد ما دوين كقار كمذا شاك التي تدرسها في المدرسة اسكول كأكل قتت ما معنى أجتني؟ أجتني معنى هذا محال قوضاء اسمي نور الدين الجواب الأول الطفل المؤدب يصحو صباحا ثم يصلي الصلاة ويدعو ربه ثم يذهب إلى المدرسة اسمي محمد أمين محمود الجواب الثاني اللغة العربية التوحيد الفقه الحديث الرياضيات اسمي عبد الله عبد العزيز الجواب الثالث معنى اجتني اقتطف اد اي امهات سيهين نور الدين يا محمد امين يا عبد الله عبد العزيز عشر كمانت ان كبرني الدرس العشرون الاعداد هي الدرس الواحد والعشرون او كساب سناي الطفل المؤدب ما انت عشر كان انت سيكو ايجي هاي وبالله التوفيق وصلى الله وبارك على نبينا محمد